اهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب يكون كله تمام. يمكن احنا كنا دلوقتي بنشوف زي تقرير كده على مؤسسه نزاهه او ائتلاف نزاهه الدولي تحديدا، ويمكن زي ما كان التقرير بيقول ائتلاف نزاهه هو خمس مؤسسات دوليه، مؤسستين مصريتين، 34 متابع من 34 دوله مختلفه حول العالم. الهدف من الائتلاف انه يشوف العملية الانتخابية، يتابعي العملية الانتخابية ويشوف فيها ايه. يمكن ابرز جملة او ابرز حاجة رصدها الائتلاف انه مفيش اي ممارسة تعكر صفو العملية الانتخابية بجميع المحافظات. ويمكن خليني احدد لك اكتر العشر محافظات اللي اشتغل عليهم ائتلاف نزاهة. معنا على التليفون استاذة مارينا سامي، المنسق الاعلامي لائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الحال؟ كله كويس؟ كله الحمد لله. الحمد لله يا رب على طول. زي ما انا كنت بقول شغلكم كان في اطار 10 محافظات. بالفعل شغلنا فعلا كان في اطار 10 محافظات على مستوى الجمهوريه، القاهره والجيزه والقليوبيه واسكندريه والفيوم وبورسعيد والشرقيه والغربيه والمنيا وبني سويف. ولو حضرتك يعني أخذنا كده هنلاقي إن إحنا المحافظات عاملين كل الأقاليم الجغرافية، يعني بحري وإبلي والدلتا، واخدين كل المحافظات الجغرافية. بحري، إبلي، دلتا، مدن القناة، وبالتالي عاملين توزيع جغرافي متزن للعمل بتاع الائتلاف. بالظبط كده. طيب، يعني إيه ليس هناك ما يعكر صفو العملية الانتخابية؟ خليني في الأول أقول لحضرتك إن طبعاً الانتخابات الرئاسية اللي جرت خلال الفترة من 10 ل 12 ديسمبر هي يعني تحظى بأهمية كبيرة في ضوء ظروف اقتصادية صعبة وتحديات دولية وإقليمية فرضت نفسها على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك المشهد الأمني كمان. خليني أقول إن الانتخابات الرئاسية لم يشوبها أي ممارسات تفسر العملية الانتخابية، لان ما لاحظناش اي ممارسات ممنهجه للتزوير او تفضيل كافه اي من المرشحين على الاخرى. كمان في مرحله الدعايه الانتخابيه داخل مصر كان في نشاط واضح في جميع الحملات للمرشحين الاربعه في مختلف المحافظات، واحنا تابعنا ورصدنا الظهور الاعلامي لحملات المرشحين الاربعه، خاصه كمان رصدنا بعد قيام الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه عن دعم العمليه الانتخابيه من خلال منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية مجانية بالتساوي. فكمان اتفرض لكل المرشحين الأربعة بالتساوي في الصحف والمواقع الإخبارية للتعبير بحرية عن برامجهم الانتخابية، و يعني كان الإعلام مرحب جدا بكل ظواهر للمرشحين الأربعة. فدي كانت ظاهرة إيجابية، يعني كان في عدالة في الظهور الإعلامي. خليني كمان أقول لحضرتك إنه ائتلاف نزاهة حرص على زيارة مقر الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، وقعدنا اتكلمنا معاهم وجدار أسئلة وحوار ثري بيننا وبين الحملات الأربعة يعني، وكل الحملات يعني أقرت بأن هم نالوا عدالة في جميع الظهور الإعلامي في حملاتهم الانتخابية، ف يعني كلهم كانوا بالتساوي، فما كانش في نوع من انواع التزوير او يعني نفضل كفه على كفه لمرشح او اخر يعني.